هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على الكويت. صفحة جديدة، هذا ما يأمله الشارع الكويتي فيما يخص العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. هذه العلاقة التي شهدت شدا وجذبا أثر على ملفات عدة في الكويت، ولكن اليوم مع إصدار أمير الكويت مرسومين بالعفو على بعض المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكاما سابقة، يأمل الشارع الكويتي أن يغلق هذا الملف وتتفرغ السلطتان لتحقيق آمال وطموحات الكويتيين. الشكر خاص لمن كان لهم دور كبير في تحقيق ما تم تحقيقه، وهم الأخوة الأفاضل النواب 40 نائب تقريبا الذين وقعوا على هذا البيان وناشدوا حضرة صاحب السمو وخاطبوه باللغة التي يجب أن يخاطب بها، ونتج عنها هذه الاستجابة، والتي لم يكون لهذه الاستجابة أن تتحقق لولا ما قام به هؤلاء النواب 40 في بيانهم المرسل وفي التماسهم، واللي أجاب الديوان الأميري في بيانه وأشار إلى هذا البيان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما تحقق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة، لأن العفو ليس هو الغاية وغاية المجتمع، إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها، في تحقيق أي إنجاز مذكور فيها، هي أهم بكثير. ومن أخبار الشركات، ارتفعت أرباح البنوك الكويتية لفترة التسعة أشهر 70% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي لتحقق 642.5 مليون دينار، ومثلت أرباح البنك الوطني 41% من إجمالي الأرباح، تلاها بيت التمويل الكويتي بنحو 27%. ويشهد الشهر الحالي زيادة رأس مال بنك بورجان، كما وافقت الجمعية العمومية لبنك وربا على رفع رأس مال البنك بنحو 42 مليون دينار ليبلغ 200 مليون دينار. مع إعلان بنك بورجان نتائجه، تكون البنوك الكويتية قد أعلنت عن نتائج الربع الثالث التي أظهرت تحقيق قطاع المصارف نسبة نمو فاقت 70% خلال التسعة أشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عام الكورونا، حيث بلغ إجمالي أرباح البنوك الكويتية نحو 624.5 مليون دينار خلال تسعة أشهر مقارنة ب 365.5 مليون دينار في 2020. وكان للإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي خلال الأزمة دور في دعم المصارف خلال المرحلة الحرجة. على سبيل المثال، في أدواتنا للسياسة النقدية من أبرز القرارات كان تخفيض سعر الخصم، وهو سعر الفائدة الرئيسية في بنك الكويت المركزي، إلى المستوى الأدنى تاريخيا له، حيث بلغ 1.5%. ولا شك أن الهدف من ذلك هو تخفيف كلفة الاقتراض وكلفة خدمة الديون على الوحدات الاقتصادية، بحيث تستطيع أن تلتزم بما عليها من ديون، وكذلك يمكنها من الحصول على السيولة اللازمة لعبور هذه الأزمة. كذلك استمرينا في نشاطنا في تنظيم مستويات السيولة في القطاع المصرفي لضمان توافر السيولة لديها، بحيث تقوم بواجبها على أكمل وجه. واستحوذ بنك الكويت الوطني على نحو 41% من إجمالي أرباح البنوك محققاً 255 مليون دينار، تلاه بيت التمويل الكويتي بأرباح بلغت 168 مليون دينار ممثلة نحو 27% من أرباح القطاع. ارتفعت نسبة الموجودات إلى 2.2% لتصل إلى 22 مليار دينار كويتي. وأخيراً ارتفعت الودائع بنسبة 4.5% لتصل إلى 16 مليار دينار كويتي، وهذه المؤشرات جدا إيجابية ونحن سعداء بأدائها وتحقيقها. وقد كان لتخفيض حجم المخصصات تأثير كبير على نتائج المصارف، حيث انخفضت نحو 37% من 794 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى نحو 500 مليون دينار في نفس الفترة من هذا العام. وكان بنك وربا البنك الوحيد الذي تأثرت أرباحه للربع الثالث بسبب تجنيب المخصصات. حرصنا في الربع الثالث بأخذ مخصصات إضافية ساهمت ما في شك في انخفاض أرباحنا للربع الثالث، لكن إذا نظرنا إلى أرباحنا السنوية
مثل ما تفضلتي لدينا نمو متميز في التسعة شهور الأولى من عام 2021، نمينا بنسبة 180% إلى 9 ملايين و200 مليون دينار كويتي. وشهدت المرحلة الأخيرة توجه عدد من البنوك لرفع رأس المال، حيث أعلن بنك بورجان عن بدء الاكتتاب في 375 مليون سهم من تاريخ 14 نوفمبر ولمدة 15 يوم بقيمة 190 فلس للسهم، ويبلغ إجمالي قيمة الطرح نحو 71 مليون دينار. كما وافقت الجمعية العمومية لبنك واربا على زيادة رأس مال البنك بنحو 27% من خلال إصدار أسهم بقيمة 195 فلس للسهم، ورفع رأس المال 42.5 مليون دينار إلى 200 مليون دينار. وأعلن البنك الوطني عن عقد عمومية في 25 من الشهر الحالي للموافقة على رفع رأس المال المصرح من 750 مليون دينار إلى مليار دينار. وكان البنك الوطني قد أصدر سندات بقيمة مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي بعائد 1.7% قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. ومن أخبار الشركات أيضاً، أعلن المركز المالي الكويتي عن تحقيق أرباح بلغت 13.8 مليون دينار لفترة التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بخسائر بلغت نحو 6 ملايين دينار في نفس الفترة من عام 2020. وبلغت ربحية السهم 29 فلساً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021. وبلغ إجمالي الإيرادات 25.2 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي بلغ 5.5 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة في عام 2020. وافقت الجمعية العمومية للشركة الكويتية للاستثمار على إضافة مهام صانع السوق للنظام الأساسي للشركة. وصرح الرئيس التنفيذي السيد بدر السبيعي في لقاء خاص مع CNBC عربية أن الشركة كانت قد تقدمت لهيئة أسواق المال للحصول على ترخيص صانع سوق، والهيئة أمهلت الشركة حتى شهر مارس القادم للحصول على موافقة الجمعية العمومية على تعديل النظام الأساسي. السوق بعد ما تطور، بعد ما دخلت الاستثمارات الأجنبية الكثيرة في سوقنا وتسليطها على السوق الأول ولا السوق الرئيسي، كل هذه الكاش فلو اللي دخل على الكويت حفز كثير من المستثمرين، حفز كثير من المتداولين في السوق الكويتي. أيضا السوق الكويتي سوق يعني منظم، السوق الكويتي سوق يحتوي على أسهم ممتازة تصل لمرحلة العالمية مو بس الإقليمية. السوق الكويتي في فرص ما زالت على المدى المتوسط البعيد، الفرص متواجدة. كل هذه الأمور جعلت السوق متعطش أنه يستمر في النمو، والله الحمد في 2021 حقق النتائج اللي كانت قامت فيها سوق الكويت للأوراق المالية في الفترات السابقة، وأيضا بدعم من هيئة أسواق المال. في هذا النمو اللي قاعد نشوفه متوقع، حسب أنا ماني خبير أسواق ولا أعرف حق السوق وبعيد عن السوق، لا الحمد لله عندنا الأستاف من أكفأ الناس كلهم متوقعين بأن هذا التطور وهذا النمو راح يستمر للسنوات القادمة، لأنه ما زال في حاصل. الحمد لله نتائجنا انعكست إيجابية بشكل واضح بشكل كبير عقب هذا التطور وعقب هذا النجاح، وصارت أرباحنا يمكن ما حسب ما أعلناها الأسبوع الماضي وصلت إلى 18.6 مليون دينار كويتي، أكثر من 33 فلس للمساهم. فضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود موظفين، ثم نتائج، والأجواء كلها مريحة. كورونا بدأت تهدأ، وإن كانت كورونا يعني ما هدت الأسواق في السنة الماضية، الأسواق العالمية كلها بارتفاع كانت، أيضا أسعار النفط، أيضا هدوء سياسي في المنطقة، في الكويت بعد كذلك، كل هذه الأمور قاعدة تساعد. وجود والنقطة الرئيسية وجود الأموال الأجنبية داخل سوقنا. ماذا عن الكويتية للاستثمار وعن صناديقكم، خاصة صندوق الروبوتكس، وأنتم كنتم ربما من الأوائل الذين توجهوا إلى قطاع الارتفيشال انتليجنس؟ والله هذا احنا توجهنا قبل كورونا في هذه الأسواق، وكانت دراساتنا كلها تقول الروبوتكس الآن متوجهين
العالم كله، وبان يعني لما صارت كورونا الكل قام يعتمد على 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 الذكاء الاصطناعي، وقاموا كلهم يلجؤون الى التكنولوجيا، فكانت مساهماتنا لله الحمد حققت نتائجها واثمرت يعني، ومستمرين فيه يعني، ونعتقد ان هذا السوق واعد رحيل له ان شاء الله. وماذا عن الاكتتابات التي نشهدها حولنا في دول الخليج وفي مصر، توجه الحكومات لطرح الأصول للاكتتاب للعامة، فحيتك كيف ترى ذلك ومتى سيتحقق ذلك في الكويت، خاصة أننا سمعنا تصريحات من الهيئة العامة للاستثمار أن هناك توجه لطرح بعض هذه الأصول للاكتتاب؟ ولو في بداية التسعينيات قامت الهيئة في هذه التجربة الحقيقة، وطرحت كثير من الشركات والقطاع الخاص، كانت ملكياتها كبيرة عند الحكومة أو عند هيئة الاستثمار، وطرحتها خلال في أوائل التسعينيات ونجحت وحققت عوائد كبيرة جدا للهيئة. يعني لو كانت الهيئة تملك فيها 70 أو 80% من حصة في هذه الشركة، طرحت 40 أو 50% من حصتها في السوق أو طرحتها للقطاع الخاص. الآن قيمة هذه الحصص المتبقية اللي هي حدود 20-22% تعادل حصتهم 70 أو 80% في ذاك الوقت. فالتجربة ناجحة، مو دور الحقيقة مو دور الحكومة هنا تستحوذ أو تتملك في الشركات في السوق المحلي، ولا دورها تنافس وتصير منافس رئيسي للمستثمرين في القطاع الخاص، ولا تملك البيروقراطية الحكومية القدرة والكفاءة أنها تنافس القطاع الخاص في إدارة هذه الشركة. كثير من البنوك أو شركات الخدمات تحتاج إلى سرعة قرار، تحتاج إلى مرونة في القرار، فبالتالي هذه غير متواجدة أساساً عند البيروقراطية الحكومية، ولكنها موجودة في القطاع الخاص. فتوجه الحكومة في طرح مساهماتها أمر محمود وأمر طيب، وبالعكس نشجع هذا الأمر، وتوجه كأنه واضح من بتصريحات الهيئة الأخيرة بأن مقدمين عليه ومجبلين عليه. فنتمنى أن نشوفه خلال 2021 بعد إن شاء الله، قبل 2022 إن شاء الله يتم إن شاء الله. بعد الفاصل، تذبذب في أسعار الذهب وانخفاض في أسعار السمك، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. أهلا بكم. شهد قطاع الطيران خسائر فادحة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وقد طال ذلك مطار الكويت الذي شهد تخفيض حاد في الساعة المسموح بها، وقد قدرت الخسائر بنحو 2.5 مليار دولار، وتم تسريح الآلاف من العاملين في القطاع. والخطوط الجوية الكويتية دخلت أزمة كورونا، وهي ما زالت تواجه أزمة الخسائر المتراكمة، وكانت ما زالت تطبق خطة لإعادة الهيكلة وتجديد الأسطول. وعلى الرغم من الأزمة، صرح رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان إن الشركة حققت في شهر سبتمبر أرباحاً بلغت 5 ملايين دينار، وكانت التوقعات تشير إلى خسائر بقيمة 3 ملايين دينار. وقال خلال مؤتمر صحفي إن الشركة مستمرة في تطبيق خطتها لتقليص النفقات وتحسين مستوى الخدمة. وأضاف في لقاء خاص مع CNBC عربية على هامش المؤتمر إنه من المتوقع أن تصل الخطوط الجوية الكويتية إلى مستوى التعادل في نهاية عام 2025. كما ذكرت في المؤتمر الصحفي إنه استمرار على الخطة الحالية بال تقليص النفقات قدر الإمكان، وهذا ما حصل في 2020 و2021، تقلص عدد الموظفين وتقلصت التكاليف، وحصرنا نشاط الطيران فقط بالرحلات المربحة، وزدنا اهتمامنا بالركاب لكي نكسب عدد أكبر من الركاب،
وإن شاء الله أو كما ذكرت أنا بالمؤتمر أن النتائج يعني ظهرت لنا ثمارها، وبدأنا في شهر مثلا 9 في سبتمبر الماضي بدل أن تكون كما متوقع 3 ملايين خسائر أصبحت 5 ملايين أرباح، فهذا يعتبر قفزة ب8 ملايين، وهذا ليس بالقليل في شركة عانت ما عانت وتواجه هذه المنافسة الشديدة. بحيثك تكلمت أيضا على نقطة التعادل، متى تتوقع أنه يتم ذلك؟ يعني المخطط هو أن إذا الظروف كلها هيئت وحصلنا على تسديد بقية رأس المال، فنأمل بأن تكون التعادل نقطة التعادل في نهاية 25 إن شاء الله. عن الطائرات التي سيتم استلامها خلال الفترة القادمة، حيث ذكرت أن يتم الآن تفاوض مع شركة إيرباص يعني تغيير بعض الاتفاقية التي تمت في 2014. نعم سنستلم طبعا 330-800 في آخر شهر في شهر 12 القادم، وسنستلم واحدة أخرى في سنة 2020، وسنستلم كذلك طائرتين من الإيرباص 320، والتفاوض على ما تبقى ولم يصل، يعني التفاضل بتغيير الأنواع التي أو الطائرات التي لم تصل حتى الآن. والأسطول الحالي كم والمخطط أن يكون كم مثلا بعد سنتين؟ الأسطول الحالي 30 من كان مؤجر أو تملك الشركة، والمخطط له بأن يصل إلى 36 طائرة في 2020 خاصة بالكويتية مش تأجيرها. تذبذب أسعار الذهب يؤثر على حركة البيع والشراء في سوق الذهب، فلقد انخفض سعر الأونصة منذ بداية العام من $1,860 إلى $1,770 في الوقت الحالي. كاميرا سي إم بي سي عربية زارت سوق الذهب لنرى تأثير تذبذب الأسعار على حركة البيع والشراء. في كل مرة يواجه فيها العالم شبح التضخم تتوجه الأنظار إلى الملاذ الآمن الذي لا يتغير الذهب، ولكن الذهب أيضا يواجه هذه الأيام تذبذبا واضحا، فيرتفع وينخفض عاكسا ربما الأوضاع الاقتصادية الضبابية التي يشهدها العالم. نزول صعود الذهب سببها أخوي بالنسبة حق الأوضاع اللي قاعد تصير في العالم أجمع، هذا هو سبب نزول وصعود. الحين تلاقي في أي دولة تصير أي مشكلة، تصير أي لا سمح الله مرض يطلع، وباء يطلع، شيء يطلع، تلاقي ارتفاع في الذهب. نفس ما صار قبل كورونا كان الكيلو 12,000، ما شفنا اللي وصل وين لل 20,000 وفوق ال 20,000، فهذا هو سبب صعود نزول الذهب. صراحة الفترة الأخيرة الأشهر اللي فات الذهب صار عملية نزول وطلوع كثير، حتى احنا تفاجئنا فيه يعني، بس بشكل عام السوق شويه انخفض، والاسباب معروف يعني صار عمليه السفر والمدارس وغيره، بس بشكل عام حسب خبرتي الذهب على الصعود مش على النزول. وقد شهد سوق الذهب الكويتي انخفاضا في حجم المبيعات خلال الفترة الماضية، ولكن يقول أصحاب المتاجر إن الوضع يشهد الكثير من التحسن. في الفترة اللي فاتت السوق كان مريح شوية بخصوص المدارس والناس اللي نازلة من أجازات والناس اللي جاية، الفترة الحالية الحمد لله رب العالمين السوق ماشي والأمور مية مية. نتمنى ينزل عشان الكل يقدر يشتري. ارتفاع الذهب يعني الشغلة اللي كانت قبل مثلا 500 لازم يشتريها الزبون ب700، فكل ما تكون القطعة أرخص الزبون وده يمتلكها، فإحنا نتمنى أنه ينزل ما نتمنى يصعد صراحة. ويعتقد المحللون أن انتعاش سوق الأسهم والاهتمام بالاستثمار في العملات المشفرة إلى جانب التوجه إلى رفع نسب الفائدة على الودائع قد يسحب السيولة من الذهب. بدأنا نتحدث عن عودة الحياة مرة أخرى، فبالتأكيد تعود شهية المخاطرة، وكلما زادت عملية الأريحية للاستثمار نجد أن الناس تبتعد عن الذهب فيهبط إلى 1750، لكن مرة أخرى عندما تذبذب قيمة الدولار وتعود بعض المخاوف مثل التضخم مثل البطالة نجد أن الذهب يرتفع، وهذا وضع طبيعي. وقد انخفض سعر الأونصة من نحو $1,870 في يناير من العام إلى مستوى 1,770 حاليا، ويذكر أن أعلى سعر وصل له الذهب تاريخيا كان $2,075 للأونصة في أغسطس عام 2020، فهل يشهد ارتفاعا إلى هذه المستويات أم يهبط أكثر إلى مستويات $1,500 كما يتوقع البعض؟
ممكن أن تعود الأسعار عند 1700 كما هو حادث 1800، لكن أن تهبط الأسعار مرة أخرى فهذا مستبعد لعدة أسباب، على رأسها الكل يتشبس بالذهب لأنه هو الملاذ الآمن للفترة القادمة، وعدم استدامة أو وجود بيانات اقتصادية ثابتة يعني أن ارتفاع أو انخفاض الدولار، ارتفاع أو انخفاض النفط، ارتفاع أو انخفاض الداو جونز والناسداك هذا غير مستدام، فبالتأكيد كل عملية انتكاس أو عملية هبوط تكالب الأفراد على شراء الذهب. أضف إلى هذا أن من اشترى الذهب يتشبث به ولا ينجرف إلى عمليات جني أرباح ومحتفظ به. ما بعد كورونا الأكثر الناس حسوا في شغلة أن لازم المبلغ اللي موجود عنده يحركه، سواء في الاستثمار في الذهب، سواء في الاستثمار في أي شيء ثاني اللي هو يشوفه صح. طبعا أنا أنصح في استثمار الذهب، سواء كان سبايك، ليرات، مشغول، تاخذ شيء يلبسونه الأهل، هو استثمار، هو زينة وخزينة، يعني هالأشياء هذه كلها ما فيها مضرة، حتى لو تشتري بسعر قالي من تخسران، اسمه ذهب موجود بالبيت وفي صعود ما في نزول. ويتراوح حجم مبيعات الذهب في الكويت ما بين 100 إلى 150 مليون دينار شهرياً طبقاً للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، وبلغ عدد تراخيص محلات الذهب والمجوهرات 4000 رخصة. بينما ترتفع أسعار تقريباً كل المواد، يشهد سعر السمك انخفاضاً ملحوظاً. وكانت أسعار الأسماك في الكويت قد شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية بسبب تعذر عودة الصيادين من بلدانهم بسبب إغلاق المطار بسبب إجراءات كورونا، ولكن مع عودة افتتاح المطار وعودة الصيادين عادت كميات الأسماك كما كانت في السابق، مما صاحبها انخفاض في الأسعار. سوق السمك يعد أحد المرافق الهامة بالكويت نظراً لأهمية هذه الوجبة على المائدة الكويتية، وقد تأثر السوق خلال فترة كورونا مع عدم عودة عدد كبير من الصيادين من بلدانهم بسبب القيود التي كانت مفروضة على السفر إلى الكويت. ولكن اليوم ومع عودة الصيادين تعود الأسعار لتشهد انخفاضاً ملحوظاً بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعاً كبيراً. فرق شاسع. الأول كان اللويبي بأربعة دولار الكيلو، من قيمة شهر كان بأربعة دولار الكيلو بثلاثة ونص، دلوقتي بقى بدولار ونص الكيلو. الميد كان برضو سعره مرتفع، حاليا دلوقتي بدولار وبدولار وربع الكيلو، فلا الوضع يختلف خالص. والله الأسعار لا بأس فيها أقل من ذاك اليوم، ذيك مرة أنا جيت الهامور الكيلو 10 دنانير قبل شهر أو شهر ونص، كان الهامور 10، اليوم 7-6.5 الوسط، أما الكبير طبعا كل ما تأخذ هامور أكبر بيقلل السعر. كان الفترة اللي قبل كده كانت السمك قليل، فكانت الكمية قليلة فكان السعر مرتفع. حاليا مع شغل مع رجوع الأجازات صيادين مع شغلهم بدأ السمك يزيد، السعر ارتاح. الميت دلوقتي من دينار، دينار ربع، دينار ونص، اللي كان الأول بثلاثة، ثلاثة ونص وكانش الناس نقياه، لنويبي دينار، دينار ونص. وتنتج الكويت نحو 6000 طن من الأسماك والروبيان سنوياً، مما يشكل أقل من 50% من حجم الاستهلاك، ويتم سد الفجوة من خلال استيراد أسماك من دول عدة مثل باكستان ومصر وإيران، ويمنع الصيد التجاري في جون الكويت حفاظاً على التنوع الأحيائي والمخزون الاستراتيجي، ويتم تطبيق الإبعاد الفوري على أي صياد يخترق الحظر. ولكن يظل السمك الكويتي هو المفضل رغم ارتفاع سعره مقارنة بالإيراني على سبيل المثال. بالنسبة للسمك الإيراني ما بيتحملش، يعني لو قعد مثلا يومين ممكن يخرب، لو ما حطلوش تلج كويس والتلج نظيف يخرب، لأن مية البحر مخلوطة هناك بمية حلوة، الأنهار بتفضي في البحر فمخلوطة بمية حلوة، السمكة اللي بتاع المية الحلوة بتتحملش. فالإيراني أو الباكستاني إذا تأخذ تسويه نفس اليوم ما ينفع تحطه بالفريزر، من تحطه بالفريزر كم يوم، يومين ثلاثة أو أسبوع خلاص بعد يطلع برا، حتى ريحة فيه تطلع. الكويت تخلي شهر بالفريزر إذا الغلفة مضبوط يظل شهر حتى شهرين. في ناس ما بتاكلش غير محلي، الناس ما بتاكلش غير محلي، اللي معاه الشخص اللي معاه ما بي يعني بي ايه بيقبل على السمكة الكويتية لأن طعمها بيبقى أحسن، طعمها طبعا بدون تلج بدون كده جاية من البحر فريش، فبيبقى طعمها أحسن، فبتبقى نكهتها عالية فبتبقى سعرها أغلى معروفة.
وعلى الرغم من استقرار أسعار الأسماك وتوفرها، إلا أن الإقبال على سوق السمك يعد ضعيفا مقارنة بفترات سابقة، وهو أمر يدعو إلى الدهشة في ظل ارتفاع أسعار سائر المواد الغذائية الأخرى. أي أقل شوية يعني هذا السنة أقل شوية، السبب أنا نفسي ما أعرفه الصراحة، بس هو العدد كمية يعني الناس قليلة شوية عن السنين اللي عدت. حاليا كمية السمك الموجودة رغم ان ما فيش سحب كمان في السوق اسعارها تعتبر طبيعية. كمية السمك الموجودة في السوق، لو في سحب في السوق وفي زبون وفي ناس بتيجي السوق كده كانت ارتفعت كمان الاسعار عن كده، يعني كانت ارتفعت كمان الاسعار عن كده، لان ده السوق عرض وطلب. وعلى الرغم من أن وجبة السمك وخاصة الزبيدي هي الوجبة الأشهر في الكويت، فإن نصيب الفرد يبلغ نحو 5 كيلوغرامات سنويا مقارنة بالمتوسط العالمي والذي يزيد عن 18 كيلوغرام. وتعمد الكويت على زيادة حجم الإنتاج من خلال الاستزراع، إلا أنه حتى الآن ما زال يشكل نحو 10% من حجم الإنتاج. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي.